الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم وقعوا بروتوكول تعاون مع فوربس، وبموجب هذا البروتوكول هتقوم فوربس بإجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال هذا التقرير. على هامش فعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة، وقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فوربس لتصبح فوربس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة. بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم مع شركة فوربس الشرق الأوسط يهدف إلى إتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين، إضافة إلى التنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى. وشملت أوجه التعاون والمشاركة ترشيح عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيام بالمشاركة في جلسات القمة، وكذلك المشاركة في جناح بوث لمنتدى شباب العالم، وترشيح كوادر شبابية للتعريف بمنتدى شباب العالم والإجابة والرد على أي أسئلة أو استفسارات خاصة به. وأكد الدكتورة رشا راغب أن مشاركة فوربس الشرق الأوسط في النسخة القادمة من منتدى شباب العالم بوصفها الشريك الإعلامي ستتيح مجالات أخرى للتعاون، بما في ذلك تطوير المحتوى والتنسيق بين المستثمرين، حيث إن لدى فوربس الخبرة للوصول إلى الأشخاص المؤثرين في مشهد ريادة الأعمال.